حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح